خبر تاني، نبعد عن الكرة، كرة القدم، ونروح لكرة اليد. النجمة الكبيرة، النجمة مي هشام، كابتن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي. أنا صحيح يعني مش متابع قوي ألعاب الصالات للأسف الشديد، يعني انشغلنا بكرة القدم، لكن طبعا أعرف كباتن النادي الأهلي مي هشام، لاعبة كبيرة جدا في النادي الأهلي، ختمت مشوارها وأعلنت اعتزالها للأسف الأيام الماضية. مي هشام نجمة النادي الأهلي معايا على التليفون. مي، كل سنة وانت طيبة الأول، وعيد سعيد عليكي. وحضرتك طيب يا رب وعيد سعيد. طبعا يعني اعذريني، انا ماليش في كرة اليد قوي. ولا يهمك. لكن طبعا انا عايز اديلك حقك. طبعا كل الناس بتثني عليكي وبتثني على مجهودك ومشوارك الطويل جدا مع النادي الأهلي، واكيد كلنا زعلانين يعني ان لما يكون في نجمة او نجمة كبيرة في النادي الأهلي، خدمت النادي الأهلي واداته كتير جدا، وضحت وسابت حياتها الشخصية عشان النادي الأهلي وحصلت معاه الكثير من البطولات، لما تختم مشوارها وتعتزل أكيد كلنا بنزعل. عايز أعرف الأول بس سبب اعتزالك إيه؟ والله يا كابتن يعني هصدمك واقول لك ان ما فيش سبب، هو بس الفكره ان انا حسيت اعمل نقطه تحول في حياتي، فانا حبيت ان انا يوم ما ابطل، انا ببطل وانا يعني كبيره، وان انا جايبه لفرقتي كل البطولات طبعا بمساعدتهم، وحبيت ان الناس تفتكرني كده دايما، يعني ما بقاش مثلا قاعده، لا انا في الملعب وبلعب وشايله فرقتي مع زمايلي وعاملين كل البطولات والانتصارات بتاعتنا، فحبيت الناس دايما تحطيني في الصوره دي يعني. بس طيب يا مي، بس لسه بدري، انا مش عايز اقول سنك، يعني انا ما احبش اقول السن لا هو البالغ، بس انا العادي، عارف سنك، انت لسه صغيره يعني ما شاء الله، لسه يعني لا كتير لا جدا، ده لسه حقيقي، قدامك وقت طويل جدا على الكلام ده، ما اعرفش والله يا كابتن. هو ولا في اسباب شخصيه تانية مش عايزه تقوليها؟ لا 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 والله خالص خالص خالص. خالص، انا الـ الـ انا كنت مرتبه من فتره الموضوع ده من قبل ما الموسم يخلص، ده تقريبا من بعد بدايه الموسم، وانا بيني وبين نفسي هو ده اخر موسم ليا، بس انا ما حبيتش اصرح ولا اقول حتى لزمايلي، هم يمكن صدموا كلهم ودايما بيكلموني ان هو لا وحاولي مش عارفه ايه نرجع في كلامنا ولا ومش هينفع، بس انا كنت يعني حاطه الخطوات كلها وقلت لا كده تمام، انا كده الحمد لله، يعني اعتقد ان انا اديت الرساله يعني، أكيد بس أديت وان شاء الله الرسالة، أكيد. اخدم بقى يمكن في يعني دعوات كليه، احاول ابني واطور من نفسي علشان يعني يا رب ان انا اقدر اخدم النادي في مجال تاني خالص. أنتي بتفكري فني ولا بتفكري إداري؟ لا فني فني. فني، لان انا ماجستير هاندبول، دكتوره ان شاء الله هناقشها هاندبول، وان شاء الله يعني ربنا كريم في حاجه بره كده هطلعها، اقوى حاجه يمكن في التدريب بره هاخدها، يعني انا كنت مقدمه ونسيت يمكن التقديم وجالي الترشيح من ايام، فقلت هي علامه يعني، انا خدت القرار بعد كده الموضوع ده جالي، الخبر ده جالي، فقلت يبقى ربنا رايد كده خلاص، هو جميل قوي، ان علامه جميل قوي لما اكون انا بلعب في لعبه وكمان بدرسها كمان علميا كمان، ده حقيقي، لكن ده انت حقيقي، عندك ايمان ان الموهبه التدريبيه غير اللعب؟ ده أكيد ده أكيد، ومش كل الناس بتقدر، بس أنا بحاول أجتهد يعني، بحاول أتعلم طبعا من الناس اللي قبلية، وبحاول أشوف هما بيتصرفوا إزاي في المواقف الصعبة، ويمكن ده كنت بشاركه بس يعني بحدود، أنا ما كنتش بحب إن أنا أتدخل في الأمور دي، بس لما بقعد أتناقش مع حد من الكباتن مثلا زي كابتن ياسر أو أي حد من الناس اللي كانت مكانه، كان بيدردش معايا وكان بيفهمني يعني عملت كذا عشان كذا، فكان اوكي. بصراحة كان بيثق فيا جدا في القصة دي، وأنا كنت بحترم جدا إن هو بيتناقش معايا في الموضوع ده يعني، مع إن ده مش اختصاصي خالص ولا ليا إن أنا أقوله، بس هو كان بيثق فيا جدا، فده بتعلم منه ومن المدربين اللي بيبقوا ماسكيننا، وبلس طبعا العلم ده بيشيل ده، تلاقي عندك انت وجهة نظر مختلفة، أكيد بتحاول ان انت تنقل الخبرة دي في يوم من الايام، بس أكيد أكيد دعواتكم بقى أكيد. لا طبعا كلنا هندعي لك اكيد، يعني اي حد يا بيختم رب. النادي الاهلي كل الاهلاويه بيدعوا له وبيدعوا له من قلوبهم كمان، لكن قولي لي طبعا انت طبعا خدت راي مين في موضوع الاعتزال؟ ما خدش رأي حد بجد؟ خالص؟ والله انا ولا يمكن عندك في البيت؟ كنت اي لا خالص، انا جوزي كان متفاهم جدا القصة، وهو الوحيد اللي كنت بدردش معاه وكنت بقول له ايه هو ده بقى حلو قوي كده، فيبص لي كده ويضحك يقول لي فكري فكري كويس، اقول له لا
هو تمام. وبرده يعني كان عادي ممكن ارجع في كلامي كالعيله، ممكن ارجع في كلامي. مع الوقت حسيت ان هو كل ما الوقت بيعدي كان فعلا بحس ان هو التوقيت الصحيح. يعني هو انا بصي ماشي، لكن انا رايي من وجهه نظر انا الشخصيه كمان، من وجهه نظر الشخصيه كمان والعلميه والعمليه، ان من 30 سنه ل 34 سنه 35 سنه تبقى قمه النضج الكروي في كل حاجه، في باسكت بول، في هاند بول، في كره قدم، أنا عارف. في اي حاجه، ويبقى في قمه عطاء. ما انا عشان كده مستغرب. ما هو انا في السن ممكن يكون حصل تشبع يا مي، حصل تشبع ممكن الى حد ما حصل التشبع ده، فحبيت ان انا ما كنتش كده. برضو مش قصه ان انت بتبقى تعبان في التمرين، بس جالك حاله زهق يمكن، حسيت ان انت لا تمام انا اكتر من كده ممكن يجي عليا انا بضرر. مفيش ال خلي بالك برضو احنا بنلعب دوري، الدوري طويل جدا بالظبط، نفس الفرق بنلعبها على طول، التغييرات قليل، يعني التغيير في شكل الموسم قليل قوي، روتين، حاجة روتين. أنا زهقت، زهقنا من التمرين ضغط على طول، ده برضو متعب. وإحنا أنت عارف بقى طول حياتنا بنبقى سايبين حياتنا الاجتماعية. كنت هقول لك كده، كنت هقول لك أكتر حاجة سبتيها عشان تبقي نجمة كبيرة كابتن النادي الأهلي، إيه اللي أنت أثرت فيه غصب عنك بره الملعب؟ أثرت فيه غصب عني مع أهلي طبعًا، أنا اجتماعياتي فالناس ما بتبقاش يعني، والدي والحاجه في البيت مش بيكونوا ما بيتكلموش معايا حتى وانا موجوده، ما فيش كلام. يعني انا قاعده مش قادره اتكلم، تعبانه، عايزه انام، والله مش قادره يعني كده. ف اعتقد ان انا قصرت في حقه طبعا. ان شاء الله تعوضيه الفتره الجايه. قولي لي انجازاتك مع النادي الاهلي كانت ايه؟ والله الحمد لله من ساعه لما طلعت درجه اولى وانا مرتبط، يمكن انا بلعب في النادي من سنة 98، صعدت درجة أولى 2003، لعبت منتخب 2004 2010 و2012، كل دي أمم أفريقيا. تمام. الحمد لله كان ليا يعني شاركت بمجهود كبير في كل البطولات الحمد لله إن إحنا كسبناها. فأعتقد ده يعني كافي جدا الحمد لله. خدتي كام بطولة؟ احنا كل سنه بنلعب دوري وكاس ومنطقه، ادي ثلاث بطولات غير ما شاء الله. السوبر، والسوبر ده يعني استثنائي، في مواسم بيعملوه في مواسم مش بيعملوه. دي من الحاجات اللي احنا الحمد لله بقى حضرتك ما شاء الله في كل في كل السنة. مش هنعد بقى، مش هنعد يا مي. ده غير طبعا لعبنا بره في بطولات عربيه، كان حصلنا على ثالث مرتين في بطولتين عربيتين. فدي من برضه من الحاجات اللي كانت تجديد علينا. شاركت مع الفرقه طبعا في افريقيا اللي فاتت اللي هي كانت ابريل، كانت من البطولات القويه جدا والحمد لله، يعني طلعنا بشكل مش بطال، وكنا اجتهدنا وحاولنا نأدي كل حاجه عندنا، بس الحمد لله يعني كوتش. الحمد لله. عايزه تشكري مين؟ عايزه اشكر كل الناس اللي تعرفني، كل الناس اللي سندتني من اصغر حد. عايزه اشكر طبعا اهلي، مدربيني، اشكر الناس اللي حوالين النادي، اللي عارفيننا، اللي بيساعدونا، اللي بيحبونا، اشكر جوزي، اشكر يعني كل الناس، انا مش عايزه انسى حد. اشكر زمايلي اللي في الشغل اللي بيغطوا عليا لما بكون مش موجوده. اهم حاجه دول، مش عارفه دول اهم حاجه طبعا. طب لو قلت لك تقولي لي شكر واحد بس قوي جدا توجهيه لمين؟ اوجهه لوالدي ووالدتي، ربنا يخليهم. بشكرهم جدا ان هم يعني وصلوني للمكانه دي. بشكرهم ان هم خلوني اتحمل صعاب واتحمل مسؤوليه، ويا رب يكونوا فخورين بيا يعني. اكيد اكيد، كلنا عشان اعيط. كلنا فخورين بيك يا مي والله. ربنا يخليك، وان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك في الفتره اللي جايه، وان شاء الله ترجعي النادي الاهلي من الباب الكبير زي ما بيقولوا، تبقي يعني يا رب في المكان اللي انت عاوزاه.
يا رب دعواتك. وانا يعني انا اسف لو كنت مقصر ان انا مش عارف اديلك حقك، لان انا مش ملم قوي بكرة اليد، لكن لا يا كابتن بحاول انت كفايه مكالمتك واهتمامك بحاول. بالابعاد الثانيه. وربنا يخليكي ونورتيني وشرفتيني، وكل التوفيق ليكي في ربنا الفتره اللي يخليك. جايه، واكيد انت عملت اللي عليكي واكتر مع النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يديلك كل اللي انت عايزاه الفتره اللي جايه. مي هشام كابتن النادي الاهلي في كره اليد، شكرا جدا جدا، وربنا يوفقك في الفتره المقبله باذن الله.